الفاتحة على ما نوينا وما نوى بأسرافنا. أن الله تعالى يتحنياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم، وأن الله يتيسر لنا أمورنا يبلغ مقاصدنا ويهدي حوائجنا بسبب الصفا. الفاتحة. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي آمين. Siap semuanya buat baca maulid, siap. Semangat buat saling rindu dengan Rasulullah, siap. Tunjukkan semangat kita buat Rasulullah tersenyum. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Coba ane mau lihat, betul enggak semangat? Jawab ane punya pantun. Gabus pucung Haji Nur Buat. Asik. Kurang semangat. Gabus pucung Haji Nur Buat. Asik. Kuahnya asam memakai pala. Asik. Paling untung baca salawat. Asik. Hati fikiran adem dapat pahala. Asik. Ya asyikhan nabi. Asyikha yu'asyikhu. Asyik. Asyik assalah ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد اشرف بدر في الكون اشراق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد اكرم داع يدعو الى الحق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد المصطفى صادق المصدق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على أهل الورى منطقا وصداق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد فضل من بالتقى تحقق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد وصلح وسهل ما قد تعوان، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد، قولوا امين قولوا امين، وافتح من الغير كل مغلق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي يتعلق، يا ربي صل يا ربي صل على محمد وآله ومن الحبيب يعشق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي يتوثق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي
علي وعلى آلي. Oh,
Hadirin rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan pembacaan maulid, terlebih dahulu kita ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada Bapak Brigjen Pol Suyudi Aryo Seto SH MSI beserta segenap jajarannya, dan juga ucapan terima kasih kepada beliau dan segenap aparat daripada TNI. Hadirin hadirat rahimakumullah, berikutnya kita dengarkan pembacaan maulid yang pertama yang akan dibacakan oleh Al-Habib Salih bin Muhammadul Baqir Al-Attas wa ilahi falyatafadhal. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. تعالى مجد وعظم شانه، خلق الخلق الحكمة وتوى عليها علمه، وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أكداره القسمة، فأرسل إليه أشرف خلقه وأجل عبيده الرحمة. تعلقت إرادة الأنزلة بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب، فما أجل هذا المن الذي تكرم بالمنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان، صورة كاملة ظهرت في هيكل المحمود، فتعطرت بوجود أكناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز تكريم الله. صلي وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. Fasal berikutnya diminta dimohon kepada Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman bin Tahir dari Sewun Hadramaut wa ilaihi fatafaddal. Shiga salla ala nabi. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في الغريب والشاسع، فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان، وتنتشر أسراره في الأكوان، فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه وعلى يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه وعلى آله. قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى، لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا صلى الله عليه وعلى وهو من فوق علم ما قدرته رفعة في شؤونه وكمالا صلى الله عليه وعلى سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان،
ويحار في تعقل معانيه الجنان. صلى الله عليه وعلى آله. انتشر منه في عام البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور، فتبارك الله من إله كريم، بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه وعلى آله. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kusidangkan bacakan ada di kertas lembaran yang sudah dibagikan Wulid al-Musyarraf. Silakan jamaah membuka kertas yang telah dibagikan lembarannya, kita baca kusidah bersama-sama. Niatkan untuk saling merindu dengan baginda Rasul Salawatullah wassalamu alaihi sahbihi wasallam. Bye.
Fasal berikutnya dimohon kepada Al-Habib Nabil bin Ridha Al-Habsyi wa ilahi falyatafadhal. أشهد الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تقرب بها اللسان عما تضمنه الجنة من التصديق بها والإذعان تثبت بها في صدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من شر ذلك الإذعان وتشديك شواخده صلى الله عليه وعلى وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونظيرا فبلغ الرسالة وعد الأمانة وحد الله به من العمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة جهل المبتسرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما عوشها من نعمة انتشر شرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوصيها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها به ذات الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الحكمة لله وأكبر عليه غاية الإكبال صلى الله عليه وسلم ينتصل بها الروح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور الشر تعلق به وخبه ويكتبها به ناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بكربه وتفيع ذل الشرف بأصله بوده وحبه ما أثار الأقوان بنشر ذكرهم نسيب سلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فصل berikutnya dimohon kepada Al-Habib Ali bin Sheikh Al-Attas wa ilaihi falyatafadhal أشهد الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في علم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المتق الخبير عن جمال المشهود بالعين حاو لوصف كمال المتق وحسن التام والزين فتنقل ذلك جمال الميمون في أسراب الكريمة والبطون فمن سب ضمة إلا وتمت عليه من الله نعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه يتشرف به مواطن الاستقرار ومواطن الخروج وقد قدت أقدار الأزلية بما قضت وظهر من هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأصحاب الفاخرة والحائر والأرحام الشريف الطائرة حتى برز في عالم الشهادة بشر كالبشر ونور حي الأفكار ظهور وبهر فتعلقت رقم لهذه الحروف بأن يقم هذا القرطاس من هو من لدي عجائب ذلك النور المعروف وإن كانت الأرسول لطلت في بعشر من شهر وأوصف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعب الأقلام
عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تربية ما حفظه من سير أشراف المخلوقين، وما أكرمه الله به في بولي من فضل الذي على أم العالمين، وبقيت رواياته في الكون المنشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داني التعلق بهذه الحضرة الكريمة، ولا عز تشوق إلى سمع أوصافه العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامي، فيدخلان في شفاة هذا النبي الشافي، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وسيدنا بتكلم ada di selembaran kertas yang telah dibagikan. Silakan dibuka kembali lembaran yang telah dibagikan. Kita baca qasidah bersama-sama, saling beriringan dengan Rasulullah. Ya ashiqan Nabi. Orang semangat. Ya ashiqan Nabi. عاشق يعاشق عاشق عاشق الصلاة على النبي. Yeah.
صدى الفرقان قد جئت بالآيات يا صدى الفرقان يا سيدا سهدان يا صاحب الخيرات قد جئت بالآيات يا صدى الفرقان قد جئت بالآيات يا صدى الصلاة على النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله. Pembacaan fasal berikutnya dimohon kepada Al Habib Miftah bin Ahsan wa ilahi falyatafadhal. Asyhadu an la ilaha illa Allah صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد أنى للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل والشمائل التي هي أحسن الشمائل وأناسنا أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار يتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في هدائك الأسمع والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله هو النور المودع في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرأ الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم وقد أخرج عبد الرزاق بسناد عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وقد عددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لا ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أسلاب وبدود من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم رضي الله عنه أم الذي في المخاوف آمنة
السيدة الكريمة آمنة فدلقه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها صلى الله عليه وعلى آله برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له سجلا ولا تسكو منه ألما ولا عللا حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه العالم سادته لتنبسط على أهل هذا العالم فيضاد فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فصل berikutnya dimohon kepada Ustaz كي حاج سالم نعي وإلهي فتفضل أشق الصلاة على النبي اللهم صل وسلم عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت به هذه الدرة المقنونة والجورة المصونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه بقرب زهر إسراق هذا السراج والعيون متسوقة إلى بروزه متسوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه وعلى وكل دابة لقريش نطقت بفاسه عبارة معلنة بكمال البشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت بحملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه وعلى ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بتر الفرح بملكة أشرف البريات وبرزه من عالم الخفاء إلى عمل الظهور بعد تنقله في البطون والظهور أظهر الله في الوجود بجد تكريم وبسط في العالم الكبير مادة تشريف وتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله قصيدة yang akan dibacakan قصيدة أحمد يا خير البشر ada di selembaran kertas قصيدة yang telah dibagikan silakan dibuka dan dibaca bersama-sama يا عاشق النبي يا عاشق النبي عاشق يا عاشق عاشق الصلاة على النبي Oh,
عاشق النبي عاشق أي عاشق عاشق الصلاة على النبي يا حبيبي الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله. Pembacaan fasal fahina qaruba dimohon kepada Al-Ustaz K. Haji Muhsin Sa'id wa ilahi falyatafaddal. Asyik as-salā 'alā an-nabī اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب صلى الله عليه وعلى آله وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج
وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت جناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وانفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ودئه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصماط الممدود فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور أنعمود وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا Yeah.
بك نسعد وبجاه يا إلهي جد وبلغ كل ما قصد سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تكشى أشرف الرسل محمد صلى الله وسلم عليه وسلم المرسلين كل حين يرتجد الصلاة على النبي pembacaan tahina barozah akan dibacakan oleh Al-Habib Faisal bin Uthman Al-Haddad wa ilahi falitafadhal Allahumma salli wa sallim wa barik alihi wa ala alihi وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافيا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفيع لأن له شرفا على مجده والسماء
وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكهولا مكتوعا سرا تولد ذلك لشرفه عند الله عيد القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه شفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يديا فاستحنس فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروم قالت ثم ألبسته وأجعته فلم أنشب أن غسيتني ظلمة ورعب وكشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم عودني الرعب والظلمة وكشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق فقالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعث الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآية البينات بما يقضي بعظيم شرفي عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Qasidah yang akan dibacakan, Qasidah Darbul Huda, ada di selembaran kertas yang telah dibagikan. Silakan dilihat lagi lembarannya, sama-sama kita saling berindu dengan Rasulullah. Oh, ya ashiqan nabi, ashiqa yu'ashiku, ashiqa salat ala nabi.
عشق الصلاة على النبي بالشوق والحب Yeah.
عشق الصلاة على النبي. Pembacaan fasal berikutnya dan pembacaan qasidah salaf dimohon kepada Syekh Nabil Sa'ad bin Sumair. Kepadanya ilahi fadhal. Asyik as-salah ala nabi. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد أن حكمت القدرة بظهوره وانتشرت في الأكوان لوامع نوره تسابقت إلى رضاعه المرضعات وتوفرت رغبات أهل الوجود في حضانة هذه الذات، فنفذ الحكم من الحضرة العظيمة بواسطة السوابق القديمة بأن الأولى بتربية هذا الحبيب وحضانته السيدة حليمة، وحين لاحظته عيونها وبرز في شأنها من أسرار القدرة الربانية مكنونها، نازل قلبها من الفرح والسرور ما دل على أن حظها من الكرامة عند الله حظ موفور، فحنت عليه حنو الأمهات على البنين ورغبت في رضاعه طمعا في نيل بركاته التي شملت العالمين، فطلبت من أمه الكريمة أن تتولى رضاعه وحضنته وتربيته بالعين الرحيمة، فأجابتها بالتلبية لداعيها لما رأت من صدقها في حسن التربية ووفور دواعيها، فترحلت به إلى منازلها مسرورة وهي برعاية الله محفوفة وبعين عنايته منذورة، فشاهدت في طريقها من غريب المعجزات ما دلها على أنه أشرف المخلوقات، فقد أتت وشارفها وأتانها ضعيفتان ورجعت وهما لدواب القافلة يسبقان، وقد درت الشارف وشياه من الألبان بما حير العقول والأذهان، وبكي عندها في حضانتها وزوجها سنتين تتلقى من بركته وعجائب معجزات ما تقر به العين، وتنتشر أسراره في الكونين حتى واجهته ملائكة التخصيص والإكرام بالشرف الذي عمت بركته الأنام وهو يرعى الأغنام، فارجعوه على الأرض إذ جاء تشريف وشكوا بطنه شقا لطيف، ثم أخرجوا من قلبه ما أخرجوا وأودعوا فيه من أسرار العلم والحكمة ما أودعوا، وما أخرج الأملاك من قلبه أذى ولكنهم زادوه طهرا على طهر، وهو مع ذلك في قوة وثبات يتصفه من سطور القدرة الإلهية باهر الآيات، وبلغ إلى مرضعته الصالحة العفيفة
ما حصل على ذاته الشريفة فتخوفت عليه من حادث تخشى ولم تدري أنه ملاحظ بالملاحظة التامة من مولاه فردته إلى أمه وهي غير سخيق بفراقه ولكن لما قام معها من حزن القلب عليه وإشفاقه وهو بحمد الله في حسن مانع ومقام كريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربي إني يا ذا الصفات العليا قائم بالغنى أريد عطية ربي إني يا ذا الصفات العليا قائم بالغنى أريد عطية تحت باب الرجا وقفت بذلي فأغثني بالقصد قبل المنية والرسول الكريم باب رجائي فهو غوثي وغوث كل البرية فأغثني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجيه من أمنية واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بالطلعة الهاشمية مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا وصدق في كل نية ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلقوا في التقى طريقا سويا واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين أهل المزية واجعل العلم مقتدانا بحكم ذوق في فهم سر معنى المعية واجعل العلم مقتدانا بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنيا والحمد لله رب العالمين Pembacaan fasal berikutnya dimohon kepada Habib Ustaz Kazim bin Ja'far Al-Haddad wa ilahi falitafaddal. Syukur salam ala Nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi wa alihi wa alihi.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وعلى آله ونسأل صلى الله عليه وسلم على أكمل أوصاف يهفه من الله جميع رعاية وغمير الأوطاف وكان يسب في يوم السبب صبي في الشهر ويدحر عليه في سباه من شرف الكمال ما يشهد له بأنه سيد ولد آدم ولا فخر عليه وعلى آله ولم يزل أنجوم صعوده طالعة والكائنة لأهدي حافظة ولأمره طائعة فما نفت على مرض إلى سواه الله ولا تجهل في غوث إلى وأنزله المولى حتى بلغ من العمر أشده ومضت له من سن شباب وقحولة المدة فعجته حضرة الإلهية بما شرفته به الوهدى ونزل عليه روح الأمين بالبشرى من رب العالمين وطلع عليه لسان ذكر الحكيم شهد وإنه لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم وكان أول ما نزل عليه في تلك حضرة من جوامع الحكم وقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فما أعظمها من بشارة أوصلتها يد الإحسان من حضرة الامتنان إلى هذا الإنسان وأيدها بشارة الرحمن علم القرآن وخلق الإنسان علمه البيان ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم هو الإنسان المقصود بهذا التعليم من حضرة الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قصيدة yang dibacakan قصيدة Antanus Khotun ada di lembaran yang telah dibagikan. Silakan kita buka kembali lembaran yang telah dibagikan. Kita bersalawat dengan niat saling merindu dengan Rasulullah. Ya عاشق النبي عاشق يعاشق عاشق الصلاة على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صنعة الرحمن واجب صور
Fasal berikutnya dimohon kepada Al-Habib Hasan bin Ali Al-Kaf wa ilaihi falyatafaddal. Shiya salat ala nabi. Fasal berikutnya dimohon kepada Al-Habib Salih Al-Habshi wa ilahi falyatafaddal. Shiya salat ala nabi. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ثم إنه بعدما نزل عليه الوحي البليغ تحمل أعباء الدعوة والتبليغ، فدعا الخلق إلى الله على بصيرة، فأجابه بالإذعان من كانت له بصيرة منيرة، وهي إجابة سبقت بها الأقضية والأقدار، تشرف بالسبق إليها المهاجرون والأنصار، وقد أكمل الله بهمة هذا الحبيب وأصحابه هذا الدين، وأكبت بشدة بأسهم قلوب الكافرين والملحدين، فظهر على يديه من عظيم المعجزات ما يدل على أنه أشرف أهل الأرض والسماوات، فمنها تكثير الكليل وبرء العليل وتسليم الحجر وطاعة الشجر وانشقاق القمر والإخبار بالمغيبات وحنين الجذع الذي هو من خوارك العادات وشهادة الضب له والغزالة بالنبوة والرسالة إلى غير ذلك من باهر الآيات وغرائب المعجزات التي أيده الله بها في رسالته وخصصه بها من بين بريته، وقد تقدمت له قبل النبوة إرهاصات هي على نبوته ورسالته من أقوى العلامات، ومع ظهورها وانتشارها سعد بها الصادقون من المؤمنين وشكي بها المكذبون من الكافرين والمنافقين، وتلقاها بالتصديق والتسليم كل ذي قلب سليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومن الشرف الذي اختص الله به أشرف رسول، معراجه إلى حضرة الله البر الوصول، وظهور آيات الله الباهرة في ذلك المعراج، والتشرف السماوات ومن فوقهن بإشراق نور ذلك السراج. وقد عرج الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ومعه الأمين جبريل إلى حضرة الملك الجليل مع التشريف والتبجيل، فما من سماء ولا جهة إلا وبادره أهلها بالترحيب والتكريم والتأهيل، وكل رسول مر عليه بشره بما عرفه من حقه عند الله وشرف منزلته لديه، حتى جاوز السبع الطباق ووصل إلى حضرة الإطلاق، نازلته من الحضرة الإلهية وامر النفحات القربية، وواجهته بالتحيات وأكرمته بجزيل العطيات، وأولته جميل الهبات ونادته بشريف التسليمات، بعد أن أثنى على تلك الحضرة بالتحيات المباركة الصلوات الطيبات، فيا لها من نفحات غامرات وتجليات عاليات في حضرات باهرات، تشهد فيها الذات للذات
وتتلقى عواطف الرحمات وسوابغ الفيوضات بأيدي الخضوع والإخبات. الله علي وعلى رتب تسقط الأماني حسرا دونها ما وراءهن وراء عقل الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الحضرة من سرها ما عقل واتصل من علمها بما اتصل فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فما هي إلا منحة خصصت بها حضرة الامتنان هذا الإنسان وأولته من عواطفها الرحيمة ما يعجز عن حمله الثقلان وتلك مواهب لا يجسر القلم على شرح حقائقها ولا تستطيع الألسن أن تعرب عن خفي دقائقها خصصت بها الحضرة الواسعة هذه العين الناظرة والأذن السامعة فلا يطمع طامع في الإطلاع على مسطورها والإحاطة بشهود نورها فإنها حضرة جلت عن نظر الناظرين ورتبة عزت على غير سيد المرسلين فهنيئا للحضرة المحمدية ما وجه من عطايا الحضرة الأحدية وبلوغها إلى هذا المقام العظيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قصيدة المجاكن adalah قصيدة يا إزانة ada di selembaran kertas yang telah dibagikan. يا عاشق النبي عاشق يعاشق عاشق عاشق الصلاة على النبي والغر حمامة ولن تموت وانت
الصلاة على النبي. Pembacaan fasal berikutnya dimohon kepada Al-Ustadz Ahmad Khan dan pembacaan fasal yang terakhir Wala Qadid Tawsofa akan dibacakan oleh Al-Ustadz Alwi bin K.H. Abdul Rashid Abdullah Syafi'i. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa haithu tasharrafatil asma'u bi akhbari hadhal habibil mahbub wa ma hasala lahu minal karamati fi awalimi syahadati wal guyub taharrakat himmatul mutakallimi ila nashri mahasini khalki hadha sayyidi wa akhlaqih liya'rifa sami'u ma akramahu allahu bihi minal wasfil hasani wal khalqil jamilil ladhi khasastathu bi inayatu khalaqih فليقابل سامع ما أمليه عليه من الشريف الأخلاق بأذون واعية فإنه سوف يجمعه من الأوصاف الحبيب على رتبة العلية فليس يشابه هذا سيدا في خلقه وأخلاقه بشر ولا يقف أحد من أسرار حكمة الله في خلقه وخلقه على عين ولا أثر فإن الإناية الأزلية طبعته على أخلاق إنسانية وأقامته في صورة حسنة بدرية فلقد كان صلى الله عليه وسلم مربو القامة أبيض اللون مشربا بحمرة واسع الجبين حسنه شعاره بين الجمة والوفرة وله الاعتدال الكامل في مفاصله وأطرافه والاستقامة الكاملة في محاسن وأوصافه لم يأتي بشر على مثل خلقه في محاسن نظره وسمعه ونطقه قد خلقه الله على أجمل صورة فيها جميع المحاسن محصورة وعليها مقصورة إذا تكلم نثر من المعارف والعلوم نفائس الدرر ولقد أوتي من جوامع الكلم ما أجز عن الإتيان بمثله مقابع البلغاء من البشر تتنزه العيون في حدائق محاسن جماله فلا تجد مخلوقا في الوجود على مثاله سيد ضحكه التبسم والمشي الهوينا ونومه الإغفاء ما سوى خلقه نسيم ولا غير مهياه روضة الغناء رحمة كله هزم وعزم ووقار وعصمة وهياء معجز القول والفعال كريم الخلق والخلق مقسط معطاء وإذا مشى فكأنما ينهض من صبب فيفوت سريع المشي من غير خبب فهو الكنز الملت فهو الكنز المطلسم الذي لا يأتي على فتح باب أوصفه مفتاح والبدر التيم الذي يأخذ الألباب إذا تخيلته أوسانه لها لا حبيب يغار البدر من حسن وجهه تحيرت الألباب في وصف معناه فماذا يعرب القول عن وصف يعجز الواصفين أو يدرك الفهم معنى ذات جلت أن يكون لها في وصفها مشارك أو قرين كملت محاسنه فلو أهدسنا للبدر عند تمامه لم يخسف وعلى تفنن وصفه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف فما أجل قدره العظيم وأوسع فضله العميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تذيق عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل
إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة صلى الله عليه وعلى آله وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية ومن نصر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبأرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله الأولى في مجده ومكانه أوصاف إذ قد تعالى مجدها أقزت على نجب السهاب عنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاع مولد النبي الكريم وحكايتي ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك أئمة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله حضرين رحمكم الله mari sama-sama kita mengaminkan pembacaan doa maulid yang langsung akan dipimpin oleh guru kita, orang tua kita, Sayyidul Walid Al-Habib Umar bin Sayyidul Walid Al-Habib Rahman Al-Saggaf Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdai wa fi na'mahu wa yukafi'u mazidah Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi di jalali wajhika al-karibu di azim sultanik Allahumma salli ala nuril anwar wa sari al-asrar wa tariyaki al-aghyar iftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin Mukhtar wa alihi al-athhar wa sahabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih Allahumma bihurmati salati alaih ija'alna bi salati alaih minal faizin wa ala haudihi minal walidina syaribin wa la tahul baidina wa bainahu yawmal qiyamati ya arhamar rahimin wa kfina syarra khalqika ajma'in wa kfina syarra khalqika ajma'in wa kfina syarra khalqika ajma'in walamma nazam al-fikr min radhi la usrafil muhammadiyati uguhuda tawajjahtu ilallahi mutawassilan bi sayyidi wa habibi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayyaj'ala sa'i fihi mashkura wa fi'ali fihi mahmuda wa ayyaktub amali fil amalil maqbulah wa tawajjuhi fit tawajjuhatil khalisah wa silatil mawsulah Allahumma ya man ilaihi tatawajjahul amalu fata'udu safirah wa ala babi izzati tuhattu rihalu fata'usaha minhul fuyudutul ghamirah natawajjahu ilaik bi asyrafil wasaili ladaik sayyidil mursalin سيدنا عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمر رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة استودعي أمانتك وحفظ سرك وعامل جايتي لك تسدعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كرسي إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصص من قبي أجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حمد اقتربه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاهد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا
وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من الحافظين. اللهم إنا لا إن اللهم إنا لا إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وزنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تحجبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواسره ووالاه وظاهره وأمه ببركته وشرف جهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وآدم رأيت الدين القويم في جميع الأقطار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقب إلينا المدينين وافر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وأوسط العدل بولاة الحق في جميع الأقطار في جميع النواحي والأقطار وأجدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحنز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والشرك في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن له منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي آمين.